السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا المتابعين دمتم سالمين في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا معلومة جديدة ومعلومة مفيدة جدا وحاجة إحنا كلنا بنحتاجها. دايما النباتات بتاعتنا بتحتاج لتنشيط للجذور وتنشيط للنمو وكمان معالجة للآفات أو الحشرات اللي بتصيب النبتة أو وقاية للنبتة من أي عدوى للآفة أو الحشرة اللي بتبقى موجودة في أي نبات تاني. طيب إحنا من ضمن الحاجات المقاومة للآفات والحشرات وتنشيط الجذور ومعالجة التعفن بتاع الجذور خل التفاح. خل التفاح مفيد جدا لتنشيط الجذور وعلاج العفن الناتج عن زيادة الري. طيب احنا هنستعمل خل التفاح ده ازاي؟ خل التفاح هنستعمله كرش وكغمر، كرش وكري. هنستعمل خل التفاح كرش وري. طيب ازاي نستغله في علاج العفن وتنشيط الجذور ومعالجة الآفات والحشرات التي تصيب النبتة؟ ده الخل سلاح ذو حدين. الخل سلاح ذو حدين، ممكن يموت النبتة كلها ويقضي على شعرات الجذرية ويحرقها وبالتالي النبتة تموت، أو يعمل تنشيط للجذور إن هي تمتص الغذاء وتعمل تمثيل غذائي للنبتة بطريقة سهلة وبسيطة. طب ازاي؟ ايه الفرق في ده؟ الفرق في الاستعمال او الكميه المستعمله. الكميه لو مظبوطه هنكون بنعالج الامور بتاعتنا بسلاسه وبسهوله، لكن لو الكميه زادت النبته هتتحرق مننا. طيب نستغله ازاي بقى؟ اقول لحضراتكم الطريقه دلوقتي حالا. هنجيب اي حاجه كده صغيره عندنا، ونجيب خل التفاح بتاعنا. خل التفاح بتاعنا اهو، وهنحط كميه بسيطه جدا لا تذكر، كميه بسيطه زي ما حضراتكم شايفين كده. الكمية دي تكاد تكون معلقة شاي صغيرة، دي على لتر مية. يعني الكمية ما تزيدش عن كده خالص، الكمية ما تزيدش عن معلقة شاي صغيرة على لتر مية، طيب احنا عندنا إناء زي كده نقدر نستغله. حطينا الكمية بتاعتنا، ادي الإناء بتاعنا. هنحط لتر مية، عليها لتر مية، وكمان لو زاد يكون افضل، كل ما نخفف النسبه كل ما يكون افضل بكتير. طيب الازازه دي تقريبا لتر ونص، فانا حطيت لتر ونص زي ما حضراتكم شفتوا كده. وهنعمل ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده بقت خفيفه خالص، كان الميه ما عليهاش حاجه وكانها الميه شفافه ما فيهاش اي اضافات. هنملى الاناء بتاعنا اللي هو الرشاش بيها ونرش على النبات، وكمان نروي التربه ري مباشر. هنفضي في الرشاش بتاعنا، زي ما حضراتكم شايفين كده. ونستعمل المحلول ده رش للنبتة زي ما حضراتكم شايفين كده. نرش رش، نقول بسم الله. الرش ده مهم جدا، الرش يكون رذاذ صغير زي ما حضراتكم شايفين كده. رش على النبات كله، على النباتات بتاعتنا كلها، فوق وتحت، اسفل الاوراق وفوقها، من فوق كده على النموات. الرش يكون على كل النبتة بتاعتنا، من ورا ومن قدام، من تحت من فوق، كل النباتات بتاعتنا نرويها زي ما حضراتكم شايفين كده. بنعمل علاج احتياطي، وقاية احتياطية للنباتات بتاعتنا كلها. وكمان هنعمل منه رش مباشرة او غمر مباشرة على التربة بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتم، واتمنى تكون الفكرة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.